من اجمل الاماكن اللي ممكن نزورها في شرم الشيخ هي سو سكوير، وده اكبر مكان بيجي فيه المصريين لما بيجوا شرم الشيخ والاجانب. مكان جميل جدا. سؤال، لما في مكان عملناه كده في شرم الشيخ، ليه ما نقدرش نعمل كل الاماكن والشوارع عندنا حلوه كده؟ ليه نعمل بيه السوق القديم كل مكان عندنا ليه ما نقدرش نعمله حلو كده زي سو سكوير ده؟ نقدر نعمله. هبرك دلوقتي على منظر المكان كله. خليك يا لينا ويا تخلي عقلك.